استاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهوريه ضيفنا العزيز اليوم. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. نورنا والله. منور بيكم ومنور بوجودي في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. اهلا بيك. يعني عندنا كلام كتير بالتحديد عن النادي الاهلي وفوزه امبارح 4-0 على كانو سبورت. بتشوف الانتصار ده ازاي؟ ومش بس الانتصار ده، الاربع انتصارات المتتاليه لمستر بايلر من وجهه نظرك بتقيمها ازاي؟ طيب خلينا نتكلم في البدايه على مستر بايلر. حلو. النهارده اما نيجي نقيم اي حد يا بنقيمه بالارقام يا بالفنيات. كويس. الارقام النهارده مستر بايلر بيقولوا ان هو لعب 4 مباريات حقق فيهم الفوز، سجل 10 اهداف، 6 لعيبه بيسجلوا الاهداف، ما دخلش مرمى غير هدفين من ركلتين جزاء. بالظبط. اذا الارقام هنا بتقول ان مستر بايلر بقى سوبر بايلر مش مستر بايلر بس. بالنسبه للفنيا بقى، موضوع الروتيشن اللي معمول والتغييرات اللعيبه والكلام ده كله، يعني لو حبيت اسالك دلوقتي امير واقول لك تتوقع تشكيل النادي الاهلي ايه؟ لا ما اقدرش اتوقع. ما اقدرش اتوقع. صح كده؟ طبعا. ده بقى بيرمز لحاجات كتير قوي. اولها الجراه. كويس. ان مستر بايلر جريء جدا جدا. اعاد هيبه النادي الاهلي الافريقيه، بقى يكسب بره وجوه. موضوع الروتيشن بين اللعيبه، الطرق الهجوميه اللي بيعملها والكلام ده كله، ده بيخليني اقول ان كل من انتقد مستر بايلر عليه ان يقدم اعتذار واجب النفاذ، وان نرفع القبعه لمجلس اداره النادي الاهلي في اختيار هذا المدرب كمدرب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كويس. بايلر بصراحه وانت قاعد دلوقتي بقيت تستمتع باداء النادي الاهلي، حاسس ان في كوره بتتلعب، حاسس ان في تكتيك بيتلعب، ما بقتش عارف مين اللي هيلعب الاساسي ومين اللي هيبقى موجود احتياطي. بالظبط. روح اللي هي العداله العمياء اللي عملها مستر فايلر ان في اختيارات اللعيبه وروح التنافس الشريف اللي موجود بين اللعيبه وبعضها، اعتقد ان هو ده افضل حاجه اتعملت في ال4 ماتشات اللي فاتت. خصوصا ان احنا عندنا كنا دايما بنقول ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا، لكن مين يوظف؟ مين يحط كل لاعب؟ مين يخرج كل الطاقات اللي موجوده في كل اللعيبه؟ مين يقدر يعمل ده؟ اعتقد ان مستر فايلر عمل ده بنجاح شديد جدا، واعتقد ان النادي الاهلي مفيش فريق هيقدر يقف قدامه بالطريقه اللي شغال عليها مستر بايلر، سواء محليا او افريقيا. النادي الاهلي استعاد هيبته، استعاد كبريائه، بقى عنده فريق قوي، عنده فريق بيلعب بتكتيك هجومي رائع جدا. كويس. كل دي بتقول ان النتائج اللي جايه هتبقى اكتر من ال4 ماتشات اللي عدوا. طيب ممكن واحد دلوقتي بيتفرج علينا يقول لك يا استاذ طارق بس انت متسربع قوي في تقييم مستر بايلر، ده هو لعب 4 ماتشات بس ومش عايزين نضخم في الامور ولسه الاختبارات الحقيقيه ما جاتلوش وكلام من ده. ردك هيكون ايه؟ انا كنت كاتب في مقاله من اسبوعين او من 3 اسابيع او من النادي الاهلي تعاقد مع مستر فايلر قبل ما يبدا خالص. كنت كاتب ان الحكم على مستر فايلر لازم يبقى مش قبل 5 ماتشات. كويس. ال5 ماتشات دول عشان نقدر نقيم فيهم. لكن النهارده بعد 4 ماتشات اقدر اقول لك ان مستر فايلر خيار موفق جدا للنادي الاهلي. كويس. اقدر احكم عليه بكل ثقه ان هو يقدر يحقق انجازات كتيره جدا، خصوصا لانه عنده جرأه وعنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا. النهارده على سبيل المثال امبارح انت لاعب الماتش بدون 2 من اهم اللعيبه. بالظبط. لاعب بدون رمضان صبحي وبدون محمد مجدي قفشه. غير حمدي فتحي. يعني غير حمدي فتحي كمان، سوري، 3 لعيبه يعني. حمدي فتحي كمان طبعا من اللعيبه المميزه جدا. طبعا. بدون اهم 3 لعيبه ومع ذلك بتكسب وبتأدي وعامل نتيجه كويسه جدا وعامل تكتيك عالي جدا في الملعب. فزي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوان. النهارده مستر فايلر قدم اوراق اعتماده رسميا كمدير فني قوي، مدير فني تكتيكي، مدير فني هجومي، مدير فني يقدر يحقق طموحات جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فمش يعني الموضوع بقى ان احنا نحكم او ما نحكمش او الكلام ده كله، انت مقابل الزمالك وكسبان. كسبان وكمان باداء رائع. واداء رائع جدا. كان مسجل في نادي الزمالك 3 اجوان. الزمالك يعتبر المنافس المباشر. ولولا ظروف المباراه كمان كان ممكن بالظبط كده، ظروف الاصابات اللي حصلت واللعيبه اللي خرجت وتغيرت بشكل اجباري والكلام ده كله، فانت اكبر منافس ليك في الدوري انت بتكسبه. وبتكسبه بتسجل فيه 3 اهداف. بالظبط. تمام. افريقيا بتكسب بدون معاناه في ماتش الذهاب وبتكسب باريحيه كبيره جدا واداء كتير جدا في ماتش العوده، وبالتالي خلاص. كل واحد دلوقتي يقول لك برده فريق ضعيف، فريق كان سبورت ضعيف، ماشي اوكي، ما انت كسبان سموحه. انت كسبان سموحه وعامل ماتش كويس. صح. جدا برده، ومع ذلك خد بالك انت كنت كل ماتش بتجري تغييرات جذريه. ما هو ده بقى اللي يعني. انا كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك، هل التغييرات اللي مع كل مباراه في ال4 مباريات لاعبين مختلفين بيلعبوا، هل دي كانت مجازفه شويه لمستر بايلر ولا طبعا؟ انا بص، هي لو احنا بصينا لها
هنعتبر ان هي مغامره تتحسب مغامره. لكن لو بصينا على النقيض الثاني والنتائج اللي اتحققت هنلاقيها ان هي مكسب كبير جدا وجرأة غير عاديه، وفاز بلذة كل بالظبط كل مغامر. يعني كل واحد بيغامر بيفوز باللذة المغامره. فالقصه كلها ان انت اذا اعتبرناها ان هي مغامره، لكن لا، فاز في كل ماتشاته وكان عنده جرأة شديده جدا في التسجيل. النهارده مستر فاير محافظ بس على محمد شناوي في حراسه المرمى، تمام، يمكن ده المركز الاهم بالنسبه له اللي هو بيعتبر استراتيجي، في حين ان هو يعتبر استقر عليه بشكل كامل. محمد الشناوي لعب الاربع مباريات اللي فاتت، رغم ان البعض امبارح قال لك شريف اكرامي هيبتدي هذه المباراه، وكانت مباراه تعتبر بالظبط بالظبط كده، لكن هو لكن ده بيدل ان هو عايز يثبت، هو عارف يعمل ايه، شغال كويس جدا، وعارف امتى يعمل استابيليتي في المركز ده وامتى يعمل روتيشن او تشينج في المركز دوت. مين كان يتخيل ان علي معلول يقعد احتياطي في ماتش زي القعده بتاع كان سبورت؟ محدش تخيل ده ابدا. رمضان صبحي قعد، بتدي الفرصه لاليو ديانج بيظهر لك في اول ماتش بيسجل لك هدف، الكلام ده كله لا، دي جرأه قبل ما تكون مغامره. انا شايفها انها جرأه كبيره جدا المستر فايدر. بتقيم محمود وحيد ازاي بعد مباراه الامس، رغم ان هو في منافسه صعبه جدا جدا لازم نعترف مع علي معلول، وايضا رايك ايه في اليو ديانج؟ طيب هنبدا بمحمود وحيد. نبتدي محمود. الحقيقه امبارح يعني خلينا نتكلم بصراحه، رغم قدرات علي معلول الفائقه والكبيره جدا، انا ما حسيتش باي خلاف في غياب علي معلول. كويس، ده شيء كويس جدا. يعني محمود وحيد كان بيطلع مع الهجمات، بيعمل اوفرات رائعه جدا فعلا. شفنا الاوفر اللي جه منه الجون بتاع جونيور اجاي، عامل ضغط كبير قوي على مدافعي كانو سبورت، بيقوم بواجباته الدفاعيه كما ينبغي بشكل كويس جدا. ده هيخلينا نقول ايه بقى؟ ما نقولش ان احنا تقييمنا لمحمود وحيد هل هو حلو ولا هو وحش، لا، هو محمود وحيد اصبح في غياب علي معلول كفه راجحه يقدر يستند عليها مستر ريني فايلر، ويقدر يحط تشكيل بدون اي مخاوف او بدون اي مشاكل. وده اللي انا بقول لك عليه او قلت عليك في البدايه، ان انت استنفرت طاقات كل اللعيبه اللي موجوده عندك، فعلا خرجت كل الطاقات الممكنه. النهارده محمود وحيد ممكن ما يلعبش الماتش اللي جاي، وارد جدا انه ما يلعبش، لكن هو اثبت نفسه عند مستر فايلر وعند الجمهور، وبالتالي هيفضل محافظ على المجهود بتاعه اللي بيقوم بيه عشان يقدر قدام ياخد فرصه او يلعب في اي ماتش. هو اكيد عنده طموح ان هو يلعب اساسي بالمناسبه، مفيش لعيب ما عندوش طموح، بس هو هيلاقي منافسه صعبه، نفس المنافسه اللي هتبقى صعبه ايضا على علي معلول لما يلاقي لعيب بامكانيات محمود وحيد بنفسه في نفس طيب المركز. احنا يعني خلينا نتكلم في الجانب ده لشقين. المنافسه بين اللعيب يا اما تبقى منافسه سلبيه، صح، يا اما تبقى منافسه ايجابيه. المنافسه السلبيه هنا فين؟ لما اكون انا بأدي بشكل كويس جدا والاقي المدرب بتاعي بينزل لعيب عليا في الملعب وانا ماليش فرصه. كويس، دي بتعتبر منافسه سلبيه. بالظبط. لكن منافسه ايجابيه ان انا اما الاقي فرصه والعب واخد ماتشات والاقي المدرب بيشد بيا والاقي الجمهور بيشد بيا، هفضل محافظ على نفس المستوى عشان الاقي فرصه ثانيه. صح. وبالتالي هنا مستر فاير عمل المدربين كتير قوي بالظبط، حل المعادله الصعبه اللي مدربين كتير قوي ما قدروش يعملوها. خلى في لعيب، ما نقدرش نقول دلوقتي في لعيب اساسي، لكن بنقول ان في لعيب بيلعب. صح. ولعيب جاهز ثاني بره. بالظبط. يمكن زمان كنت سالت احد المدربين الكبار يعني، وكنت قلت له كان يعني كابتن طه بيسر الله يرحمه، كنت سالته كان بيدرب الاتحاد السكندري، وقلت له امتى تاخد الدوري؟ فقال لي اخدوا الدوري لما يبقى عندي لعيب في الملعب وادوا لعيب تاني قاعد على الدكه. في الحاله دي ابقى انا مطمن جدا. قلت له حتى وانت يعني اتحاد سكندري مش اهلي ولا زمالك؟ قال لي لا، ولا اهلي ولا زمالك، لو عندي لعيبه بنفس المستوى اقدر اخد دوري مستريح. فالنهارده مستر فايدر بيحل اصعب معادله او بيتعلم من المشاكل السابقه للنادي الاهلي في الموسم الماضي. اما كان بيجي عليه وقت ما بيلاقيش ظهير يلعب بيه، ما بيلاقيش مساك بيلعب بيه، ما بيلاقيش حارس بيلعب بيه. هو بان في تصريحاته امبارح كمان بالزبط. انا بحاول اجهز اكبر كم ممكن من اللاعبين، مش هلعب ب 13 14 لعيب بس. وكمان بعيد عن تصريحاته بقى، الجميل في تصريحاته او الكويس جدا في تصريحاته، انه امبارح لما تساله انت ليه لعبت ده وليه ما لعبتش ده؟ فيقول لك لا، دي مسائل فنيه وانا بحب بشكل عايز يقول فيها. يعني ما بالظبط مش قايل لي يا جماعه خلاص دي حاجه ما تخصش حد، تخصنا انا. هو ولما تيجي تحسبها هي فعلا تخصه فعلا. النهارده الجمهور ومجلس اداره النادي وكل الناس المحليه رغم الناس كلها حقها تسال طبعا. ان الراجل عنده شخصيه مميزه. ما انا عايز اقول لك يعني لسه بتبان في التصريحات. انت كجمهور نادي اهلي او 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 كمسؤولين في النادي الاهلي، اللي يهمك من الماتش انك تطلع فايز. طيب اللي يهمك كمان كجمهور بقى ومتعه كله ان تأدي اداء بشكل كويس. انت بحقق المعادله دي، بتكسب وبتأدي اداء بشكل كويس، وبالتالي اذا يبقى لي مطلق الحريه في اي حاجه. وبعدين
لو اتكلمنا على عناصر في النادي الاهلي لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي، بقول لهم الحقوا نفسكم وخدوا الفرصه قبل ما تضيعوا في الحته دي. هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي، استنونا. كنا بنتكلم على بعض لاعبي النادي الاهلي وادائهم بالامس، وكنا بنتكلم بالتحديد على محمود وحيد، لكن عايزين نتكلم ايضا على اليو ديانج ورؤيتك لمستوى بالامس. الحقيقه كان مستواه امبارح كان مفاجاه لكل جماهير النادي الاهلي. مفاجاه. لان انك تنزل لعيب نص ملعب اول مباراه بيلعب مع النادي الاهلي ويجيد في المركزين 6 و8، اللي هو 6 ده اللي هو بيبقى مهمته بالاساس ان هو تعطيل فرص المنافسين وقطع الكرات والكلام ده كله، لا وبيروح ل8 ان هو بيبقى على منطقه الجزاء وبيسجل وبيصنع اهداف والكلام ده كله. لا كان مفاجاه كبيره جدا اليو ديانج. دي لقطات من المباراه امبارح. اعتقد ان ديانج مكسب كبير اهو، واقف في قلب ال 18، مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. انا شايف بس ان هو ديانج هتبقى مشكلته الفتره اللي جايه ان الجماهير هتبقى عايزه تشوفه كتير. يعني الناس امبارح اتعلقت بيه وحبيته، خصوصا ان انت اما يبقى عندك لعيب لسه جايبه اول ماتش بيشارك فيه وبيحرز لك هدف، بجانب ان هو دي مش مهمته الاساسيه. يعني لو جيت بصيت ان اليو ديانج مش مهمته الاساسيه ان هو يجيب اجوان، طبعا لكن يظهر لك ان هو بيقطع كرات وبيصنع فرص وكمان بيسجل اهداف، فاعتقد ان هتبقى فرصته كبيره. هو اتعامل كمان مع الهدف بشكل كويس، كويس جدا جدا، وانتظر ولا كانه افضل مهاجم موجود. يعني انتظر الكره وكان موجود كويس. كان عامل زياده عدديه كبيره جدا في يعني اللقطه اللي جت تاني دي، لو تتعاد تاني يا امير هتلاقي فيه بص عدد لعيبه النادي الاهلي قد ايه جوه منطقه الجزاء، ده ما كانش متوفر كتير قبل كده. انك يبقى عندك لعيب نص ملعب جوه ال 18 دي حاجه تحسب للمدرب وبتحسب لديانج نفسه اللي كان عنده الجراه انه يروح لغايه منطقه الجزاء ويقدر يسجل والكلام ده كله، فاعتقد انه مكسب ومفاجاه كبيره جدا. من لعيبه 2 4 6 7 لعيبه من جوه منطقه الجزاء، ده ما كانش بيحصل قبل كده خالص، فاعتقد ان ده شكل مهم جدا، وديانج من اللعيبه المبشره جدا اللي هتبقى في خط نص ملعب النادي الاهلي تقدر تحقق تاريخ مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. انت قلت كلمه مهمه قوي، قلت ان الجماهير هتبقى عايزه تشوفه الفتره الجايه، فده هيخليني اسالك سؤال، لان وانا اتكلمت في الجزئيه دي في الحقيقه البعض دايما بيعلق على غياب بعض اللاعبين عن المباريات، المفروض يتقال ايه او المفروض نفكر ازاي في مصلحه فريق النادي الاهلي؟ هل نطالب باشراك لعيبه معينه وبعدين لما اللعبه دي تشارك هتقول طب واللعبه الثانيه ما شاركتش ليه؟ هل ده منطقي؟ اللي بيحكم الامر ده حاجتين، الحاجة الأولانية إنك بتكسب ولا لأ، وإنك بتأدي ولا لأ. كويس. النهاردة لو النادي الأهلي بيكسب ونتائجه كويسة جدا وبيعمل أداء جوه الملعب كويس جدا، أعتقد إن ده مش هيبقى فيه مبرر إن أنت تقول طالب بده يلعب أو ده ما يلعبش أو الكلام ده كله. خلاص أنت بتحقق الهدفين اللي أي مدرب أو أي جماهير في العالم بتبحث عنهم، إنك تكسب وإنك تعمل أداء كويس. بالظبط. طالما الاتنين موجودين مش هيبقى فيه مشكلة خالص. خصوصا بقى إن هنا اللي بيفرق كمان شخصية المدرب. ازاي انت تفرض على اللعيب انه يبقى موجود على دكه الاحتياط وكانه بيلعب. ده ظهر حتى في الاهداف اللي كانت بتسجل في النادي الاهلي، بتلاقي كل الدكه بتقوم وبتروح تجري ورا لعيبتها والكلام ده كله، شخصيه المدرب هي اللي بتفرق في كل ده. بالزبط. انك تبقى قاعد الدكه وما عندكش امتعاض من ان انت قاعد، لا بالعكس اللي جوه زي اللي بره، النتائج بتحقق والاداء بيكسب، فاعتقد ان الجمهور يهمه المكسب والاداء وبالتالي مش هيبقى فيه اي حاجه من بالظبط. ده شيء اكيد مهم. بتشوف ازاي عوده ازارو امبارح وشاركته في المباراه مع استمرار تالق صلاح محسن؟ طيب خلينا نقول النهارده ان في حاجه مهمه جدا حصلت امبارح، بعيدا عن اصابه مروان محسن. امبارح انت اشركت ثلاث مهاجمين، اشركت جونيور اجاي وصلاح محسن ووليد ازارو، انك تخلق منافسه بينهم ده شيء مهم جدا جدا. فعلا اعتقد ان وليد ازارو عودته مهما كان مهما حصل ومهما اتقال ان وليد ازارو بيضيع فرص او ما عندوش حيله ان هو يسجل اهداف او الكلام ده كله، لكن وجوده مهم جدا، واعتقد ان تالق جونيور اجاي وصلاح محسن هيبقى دافع ان ازارو يتمسك بنص الفرصه. يعني المشكله الوحيده اللي كانت بتقابل ازارو في الفتره اللي فاتت ان هو كده كده بالظبط هو كده كده كان بيلعب، لكن ما كانش عنده تمسك بانصاف الفرص. انصاف الفرص هي اللي بتقول ان انت مهاجم سوبر او ان انت مهاجم
يلعب من وليد ازارو جاب جوان صعبه كثيره جدا. فاعتقد ان وجوده مهم جدا، عودته قويه جدا لهجوم النادي الاهلي، وهيبقى المنافسه كبيره جدا بينه وبين جونيور اجيوب صلاح محسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بالاضافه كمان لعوده بعض المصابين في الفتره الجايه. عندك سعد سمير خلاص هيخش مع الفريق، عندك محمد محمود على وشك الدخول ايضا في قوائم المباريات، عندك كريم نيدفيد باذن الله قرب كمان اسبوعين ثلاثه متولي طبعا ما شاء الله. يعني بص من فترات كبيره جدا ومن سنين طويله جدا النادي الاهلي ما شاء الله بقى عنده كم كبير جدا من اللعيبه وبقى كلهم جاهزين. يعني بتتكلم في عوده محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي وسعد سمير، اعتقد ان هتبقى القائمه تقريبا اكتملت. يعني ما شاء الله يعني قائمه قويه جدا وكبيره جدا. انا عايز اقول لك بقى على حاجه بالنسبه للسؤال اللي كنت سالته لي يا امير بتاع الجماهير ممكن تطالب بحد او الكلام ده كله. طب ما تيجي تحسبها في الاربع ماتشات اللي فاتت مستر فايلر لعب بكم؟ لعب الناس كلها ما عدا صالح وحسين السيد، لعب ب 22 بخلاف المصابين. لعب ب 22 لاعب، عارف معنى كده ايه؟ انه اشرك فريقين بالظبط، انك بتشرك فريقين، بتشرك فريقين في اربع مباريات. ده يقول لا بخلاف حراس المرمى طبعا، بخلاف حراس المرمى طبعا، ده يقول ان كل لعيب عنده الفرصه وجاهز انه يقدر يلعب في اي وقت. ودي الحاله اللي خلقها مستر فايلر بين اللعيبه، ان منافسه صحيه بالظبط كده، منافسه اللي هي العداله العمياء اللي انا قلت عليها. العداله العمياء في ايه؟ في ان كل واحد هيأدي في التدريب هيكون ليه فرصه موجوده في الملعب، وده اللي هيخلق تنافس شريف بين اللعيبه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت اشدت باجاي كتير جدا على مدار الدقائق السابقه، لكن في المقابل النهارده كان في خبر في جريده الدستور بتقول ان الاهلي قرر ان هو يدخل اجايه في ايريك تراوري من بيراميدز. هل ده كلام منطقي او ده توقيته؟ دي احدث نقطه. او الهدف ممكن يكون ايه يعني؟ الهدف مليون في الميه، خلاص انت قلت هل ده توقيته؟ هل ده توقيته؟ واضح ان التوقيت والهدف خلق نوع من البلبله او الزعزعه للاستقرار. ليه؟ مفيش عاقل النهارده بعد الاداء اللي بيأديه جونيور اجايه انه يقول ان الاهلي يقدر يستغنى عنه او يخش في صفقه بدل. لا ده هو كمان كاتب لك في متن الخبر ايه؟ ان الاهلي هيستغل فرصه ان اجايب بيلعب بشكل كويس ومتالق عشان يقدر يسوقه. لا يعني الاهلي اهدافه ايه؟ هل التسويق ولا ان هو يكون فريقه بيحتوي على العناصر المميزه اللي تقوده للانتصار؟ طبعا النادي الاهلي عمر ما كان بيدور على تسويق بالظبط. النادي الاهلي طول عمره فريق بطولات، وطالما بيدور على بطولات يبقى انا هتمسك بكل العناصر الممكنه اللي تحقق لي البطولات اللي انا بدور عليها. انما اجي اقول النهارده بغير ده مع ده وبعمل ده مع ده، خبر بصراحه يعني بعيد تماما عن المصداقيه. اعتقد ان حتى إن بالمناسبه عشان الناس ممكن تقول ان احنا بنقول كده ان ايريك تراوري ممكن ما يبقاش في الصوره، حتى لو ايريك تراوري في الحسابات مش هيكون بهذه الطريقه طبعا، مش يعني هيكون خلاص خالص بتبادل مع 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 خالص مع اجي. يعني اجي واحد من اهم العناصر اللي موجوده في الفرقه النهارده، اروح ابيعه عشان طب ما انا اجي بيعمل لي كل اللي انا عايزه. يعني اقدر استفيد بيه باكثر من بلعب بيه باكثر من مركز جوه الملعب، بقدر العب بيه. احنا بنتكلم بالتحديد في ظل تالق اجي، ممكن لا قدر الله مستواه قل قوي بقى والراجل ساعتها بقى يبقى يفتح قنوات التفاوض ويشوف الدنيا تمشي في الوقت الحالي. كلام غير منطقي اطلاقا يعني. الهدف منه بلبله ليس اكثر، لكن اجي مكمل، واعتقد ان مستر فايلر هيديله وقته انه يلعب في النادي الاهلي ويحقق حاجات كتيره الفتره اللي جايه. مباراه انتاج بتشوفها ازاي؟ مباراه اكيد مهمه جدا يعني النادي الاهلي. طبعا بشوفها مباراه مهمه وصعبه، صعب انت عايز تحافظ على المكتسبات اللي حققتها في الاربع ماتشات اللي فاتت. عايز المشكله بس ان النهارده جماهير النادي الاهلي ما بقتش عارفه مستر فايلر هيبدا باي تشكيل بالظبط. يعني وبعدين كابتن مختار بيلعب كوره كويسه جدا، ومن الفرق اللي دايما بتعمل ماتشات قويه قدام النادي الاهلي، فاعتقد ان هي هتبقى مباراه مش سهله على النادي الاهلي، لكن هيبقى في فرصه ان مستر فايلر يثبت اقدامه اكتر، يظهر الكثير من قدرات لعيب النادي الاهلي، و اعتقد برضو ان النادي الاهلي هيبقى ليه اليد العليا يعني فيها. هل مستر فايلر هيستمر في سياسه التدوير ما بين اللاعبين، ولا هو مستني بس يقف على مستويات الجميع وبعد كده يستقر على التشكيل الاساسي؟ طيب هو تصريحاته نفسها بيقول ان انا لحد دلوقتي لسه بستكشف لاعبي النادي الاهلي. كويس؟ كويس. لكن انا اعتقد ان هو هيفضل مستمر في الروتيشن ده. ليه؟ مستمر. لان مستمر يعني في الروتيشن، يعني استراتيجيه مكمله معاه. ليه؟ لان النهارده البديل اللي بينزل مش اقل من الاساسي. وبالتالي هو عايز يبقى هناك، ده نوع من الموتيفيشن اللي بيحصل، يعني بتبقى عامل تحفيز بالظبط كده، بتبقى عامل تحفيز للعيبه انه يبقى جاهز في اي وقت. فاعتقد ان هو هيستمر الفتره اللي جايه على ده، وممكن بقى يبدا مرحله الاستقرار في دور المجموعات.
دور مجموعات في ابطال افريقيا يبدا بقى مرحله الاستقرار على التشكيله بالظبط كده، لانه عنده لعيبه زي ما انت بتقول غايبه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، عايز يشوفها برضه ويتعرف على مستواها كويس. اعتقد ان دي هتبقى فرصه لثبات التشكيل بعد ما اللعيبه دي ترجع وبعد ما يبدا يخش في دور المجموعات. طيب بخلاف النادي الاهلي، وبما اننا اتكلمنا عن مباراه الانتاج الحربي، بتشوف بدايه بطوله الدوري بشكل عام ازاي؟ والله بشوفها يعني قويه، بدأ قويه لكن بينقصها الجمهور. الجمهور طبعا. يمكن انا اتكلمت معاك هنا في نفس البرنامج امير، قلت ان اداء النادي الاهلي في وجود الجمهور بيختلف تماما طبعا عن عدم وجود الجمهور. فنفسنا ان الجمهور يرجع، نفسنا ان الهتاف يبقى هتاف تشجيعي، يبقى الناس بتساند فرقها، مالهاش علاقه باي حاجه ثانيه. خلينا نشتغل كوره، خلي الجمهور يحب الكوره عشان تقدروا ترجعوا وتساندوا فريقكم. يعني انا شايف ان بدايه الدوري كويسه جدا لكن بينقصها وجود الجمهور في المدرجات. هيعود الجمهور؟ كل فتره بنقول الجمهور خلاص هيرجع، الجمهور هيرجع. ما هيعود في حاله الالتزام الكامل. التزام كامل. التزام كامل. التزام كامل وحط مراقبه لكل حاجه في الملعب. اعتقد ساعتها الجمهور نفسه اللي هيبقى داخل هيبقى عارف ان هو كل حاجه مرصوده، وبالتالي يقدر يشجع فرقته بكل روح رياضيه بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الازمات اللي حصلت. فاتمنى ان شاء الله ان الجمهور يرجع قريب جدا في قريب العاجل، لان ده هو الحاجه الوحيده اللي بتحسسك بمتعه الكوره. يعني اظن انت شايف ماتشات النادي الاهلي في وجود الجمهور كانت عامله ازاي. اكيد ماتش القمه حتى جمهور الاهلي والزمالك الاثنين كانوا موجودين ما خرجوش على النص، امبارح كان الجمهور موجود ما كانش في اي خروج على النص. نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يكون موجود في الدوري. بالظبط، لان الجمهور فعلا احد العناصر الاساسيه في اللعبه، يعني ما فيش غنى عن الجمهور بكل تاكيد. اكيد. مين الفرق اللي مع اول اسبوعين كده في الدوري تقريبا خلاص ابتدينا الاسبوع الثاني من امبارح في بطوله الدوري اللي لفتت نظرك او شايف ان دول اللي هيبقوا مثلا في المربع الذهبي؟ المنافسه كمان ممكن تبقى على القمه ما بين اهلي وزمالك، هل هيبقى حد معاهم كمان ولا لا؟ لا، هو بصراحه بيراميدز ادى بشكل كويس جدا مباراه ام بي كسب 4-0. طبعا كان ادى بشكل كويس جدا. مقاولين العرب مقاولين عملت شغل كويس جدا، المباراه كانت حلوه قوي امبارح. مقاولين بجانب الاهلي والزمالك، ولسه بقى النادي المصري مستنيين نشوف برضه. يعني تعادل اول مباراه، تعادل اول مباراه، بس كابتن ايهاب بلال اعتقد ان عنده التولز اللي يقدر ينافس بيها. هو مدرب كويس فما يعني اعتقد ان الخمسه بتوع السنه اللي فاتت، الاوائل بتوع السنه اللي فاتت اللي هم الاهلي، الزمالك، بيراميدز، المقاولين، المصري، هم الاقرب للظهور. السنه اللي فاتت كان مصري المقاولين. مصر المقاولين هم الاقرب للظهور بنفس الشكل السنه دي. لان من متابعه الماتشات لا ما لقيتش حد لسه لحد دلوقتي قدم بشكل قوي او كويس، يعني رغم ان الفرق اللي طلع سواء كان طنطا او اسوان او الكلام ده كله تأدي بشكل كويس جدا. طنطا عملت مفاجاه وكسبت المباراه الاولى مع بصراحه، يعني عملت مفاجاه كويسه جدا وكسبت 1-0. اسوان كانت عامله ماتش كويس جدا قدام المقصه، لكن في النهايه اتغلبت. لكن شكلهم كان كويس. وتعادلت مع اف سي مصر اعتقد. تعادلت بعد كده ماتش تاني يعني. فاعتقد لا يعني في فرق كثيره، بس ما نقدرش نحكم من دلوقتي، لان في الاول وفي الاخر انت بتتكلم في اول اسبوع، لسه بدري، فنقدر نحكم بعد الاسبوع الرابع او الخامس مين اللي هيقدر يكمل يعني. طيب نروح شويه بقى لمنتخب مصر الاول، وخلاص التشكيل الجاهز تم الاعلان عنه، كابتن حسام البدري كمان مدير فني، الامور كلها ماشيه بشكل جيد. شايف ازاي الجهاز الفني ده، وهل هو قادر على تحقيق طموحات الشعب المصري؟ بص هقول لك رايي بصراحه. اتفضل. اهم كلام بصراحه دايما. يعني انا كنت شايف ان مش دي فتره المدرب الوطني دي. لكن في ظروف يعني خلتنا نقول ان ده فتره المدرب الوطني. عشان كده انا شايف ان افضل خيارات كان كابتن حسام البدري فعلا. صح. يعني لو بصينا بصراحه واتكلمنا، لا كابتن حسام البدري السي في بتاعه كان افضل الخيارات. يعني انا قلت لك في الاول ان كانت وجهه نظري كشخصيه ان دلوقتي ما يبقاش في مدرب وطني، لكن اختيار كابتن حسام البدري بما انك هتختار مدرب وطني، اذا كنت بقى هتختار مدرب وطني فعلا ورتبت امورك ان تختار مدرب وطني، فكابتن حسام البدري افضل خيارات موجوده. عنده كفاءه كبيره جدا، اختياراته دايما بتبقى منطقيه. كمان هو كابتن حسام بدري من المدربين اللي بيفضلوا اللعيبه اصحاب الرئه الثالثه زي ما بيقول، يعني اللي هم اللي عندهم مجهود وفير. فاعتقد ان لا نعم خطه احمال مميز بالظبط كده طبعا. واعتقد كان كل الجهاز كان معظمه كان موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي قبل كده، وكان عامل شغل كويس جدا. ف بيتهيألي كابتن حسام بدري هو الانسب للمرحله دي، وهندي له كل الدعم ان هو أكيد. ان هو يكمل وان شاء الله يحقق لنا طموحات
اللي ما قدرناش نحققها للاسف في بطوله الامم الافريقيه الاخيره. فنتمنى من ربنا ان شاء الله ان كابتن حسام يكون عنده حسن الظن ويكون اهل المسؤوليه وانه يقدر يحط المنتخب في حته ابعد الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. تصريحاته رايك فيها ايه؟ يعني هو قال النهارده من ضمن التصريحات من الشروق قال ان المحليين والشباب هيكونوا ينضموا للمنتخب وهيكون ليهم دور والباب مفتوح امامهم. بتتوقع اختيارات كابتن حسام بدري تكون بانهي شكل من الاشكال؟ هل يلجا للاعبين متوسطي الاعمار السنيه، اللاعبين اللي بيتالقوا، اللاعبين اللي اعمارهم السنيه كبيره هيكونوا في حساباته، ولا بتشوف الامور ازاي؟ خلينا نقول ان كابتن حسام بدري كان دايما بيميل للعيبه الشباب. تمام. وفي لعيبه لحد دلوقتي بيعتبروا من اللعيبه المقربين ليه، سواء كان كريم ندفت او محمود حسن تريزيجي او بعض اللعيبه الاخرى على ما اعتقد اسلام ربيعه او كده. كل هو بيحب ابو عمرو السلية، انا قلتها قبل كده وبقول اول واحد هيختار عمرو السلية. كابتن حسام بدري هيمشي على نفس النهج. هم يستحقوا الانضمام بالمناسبه، الموضوع مش حب وكره، هم لعيبه مميزين جدا، طبيعي ان هم يكونوا. بص، انت النهارده في لعيب ممكن يبقى 70% كويس، لكن انا عارف ان انا تحت ادارتي كمدرب هيديني 100%. فساعتها الفيصل بين في الحكم ان انا اجيب اللعيب اللي هيديني 100%. بالظبط. اذا كابتن حسام بدري ان بيقول ان في اللعيبه اللي بتدين لي بالولاء، واللعيبه دي معظمها من الشباب، اعتقد ان هو هيسلك نفس النهج اللي كان عند كابتن حسن شحاته اللي كانت تشكيلته اغلبها من المحليين. فعلا. لان كابتن حسام بدري هو قريب قوي من 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 اللعيبه في مصر، وقريب قوي من الدوري. فاعتقد ان تشكيلته هيغلب عليها اللعيبه المحليين، وده اللي هيكون سبب في ان هو يحقق نتائج متميزه في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق كابتن حسام بدري وجهازه المعاون. عايز اتكلم شويه فيما يتعلق بمحمد صلاح ومباراته بالامس مع شيفيلد يونايتد، والحديث اللي دايما بيكون كتير على محمد صلاح بعد الازمه الاخيره. مش عايز اخوض في الازمه خالص، لكن في نفس الوقت كيف يتم التعامل مع محمد صلاح كده الفتره الجايه من قبل كابتن حسام البدري ومن قبل محمد صلاح نفسه؟ انا كنت قريت تصريح للكابتن حسام البدري اللي هو قال هيتواصل مع محمد صلاح شخصيا. واعتقد ان التواصل ده هيبقى في فوائد كتيره جدا. محمد صلاح كلنا شفنا امبارح محمد صلاح مش وضع محمد صلاح خالص. بالظبط. في ماتش شيفيلد ضيع جون، ضيع انفراد كامل. حتى الكرات اللي كان بيستلمها كنت تحس ان هو لا، صلاح مش قادر يمرر بشكل صحيح. عنده مشاكل كثيره في الاختراق. مش هو ده صلاح اللي نعرفه. فاعتقد ان ده كان واضح جدا. محمد صلاح زيه زي اي لعيب مصري تاني بيتاثر كثير بالاجواء اللي حواليه. اعتقد ان ده ظهور محمد صلاح امبارح في الشكل ده كان تاثره للمشكله الاخيره اللي حصلت، ان احنا مش عايزين ناخد فيها ولا عايزين نجيب سيرتها. لكن اعتقد ان كابتن حسام البدري قادر على انه يصحح ده ويعدل ده. وخلينا نقول ان صلاح اللعيب مش هيتكرر كتير في مصر. طبعا اكيد. خلينا نسنده، خلينا ندعمه، خلينا نقف جنبه. مش لازم اي حاجه يعني. صلاح يا جماعه ما يقلش دلوقتي عن كريستيانو رونالدو، عن ميسي، عن نيمار، عن كل الناس دي. لكن ده مش معناه برضه يا استاذ صارق ان لو صلاح اخطا في شيء ما، انا ما بقولش ان هو بس صلاح بشر. طبعا طبيعي انه يغلط، يعني وارد طبيعي ان هو يخطأ. بس اما نيجي نعاتب ما نقصش، بلاش نقص. طبعا اكيد. يعني خلينا ايه العتاب اللي هو الرحيم. يعني لما نيجي نعاتب يبقى في عتاب المحب. بالظبط، عتاب المحبين. ان كده كده صلاح ابن مصر. صلاح واحد من اللعيبه اللي حطت مصر على الخريطه الفتره الاخيره، كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوصل كاس عالم. كان ليه جهود كبيره جدا في منتخب مصر. مش عايزين عند اي مشكله ننسى ده لمحمد صلاح، خصوصا ان احنا الفتره اللي جايه لسه عندنا امل كبير جدا في محمد صلاح، وان احنا نوصل ان شاء الله كاس عالم 2022، وصلاح هيبقى من الاعمده الاساسيه اللي تقدر توصلنا للحلم ده ان شاء الله باذن الله. انا عاجبني كمان تصريحات الكابتن حسام بدري بخصوص محمد صلاح، تصريحات ذكيه جدا. يعني هو قال لك ان احنا بالنسبه لنا محمد صلاح ده قيمه وفخر طبعاً كبير لينا كلنا كمصريين. طبعا. فاكيد في اهتمام خاص باللاعب وهو موجود معانا، وكلام كلام كله فيه نوع من انواع الذكاء اللي من خلاله بيحاول كده يكسب لعيب بحجم محمد صلاح لصالح بالظبط لصالح منتخب مصر. يعني انا عايز اقول لك ان في فنيات عند كابتن حسام البدري في التعامل مع لعيبه معين. يعني خلينا نتفق ان عبد الله سعيد في وقت من الاوقات تحت قياده الكابتن حسام البدري كان رقم واحد في مصر. تمام. قدر يخرج منه حاجات كتير قوي. طبعا. ده هيخلي كابتن حسام بدري يتعامل بذكاء شديد جدا
مع محمد صلاح ويقدر يطلع كل اللي جواه ويقدر يخلي صلاح فعلا في مستواه المعهود اللي كلنا منتظرينه في الفتره الجايه ان شاء الله. كمان خيارات كابتن حسام بدري اللي هي بالنسبه للاعبين المحترفين اعتقد ان يعني كان هو خد حجازي يعني بالظبط يعني كان الخلاف صلاح. الخلاف لحد دلوقتي على محمد النني لكن اعتقد ان خلينا نقول ان دي وجهه نظره فوجهه نظره يتعامل فيها كما يشاء وبعد كده نقدر نحكم عليه هو هل هو كان اختياراته صحيحه او اختياراته غير منطقيه. بس زي ما بقول لك ان في لعيب ممكن يبقى 70% ممكن بالشغل بتاع المدرب يطلع منه 100% يطلع منه 100% واعتقد ان ده بيعمله كابتن حسام البدري في اختياراته دي وهخلينا نشوف الفتره الجايه ان شاء الله يعني تكون الدنيا افضل يعني بالظبط. هو استبعد كمان بعض المحترفين زي محمدي زي تريزيجيه هل او عفوا زي عمرو ورده تريزيجيه موجود وكهربا برده ما كانش موجود وكهربا مش موجود لكن هل ده بيدل على استراتيجيته خلال الفتره الجايه ان هو مش هيستدعي عدد كبير قوي من المحترفين زي ما مثلا كان بيعمل كوبر او اجل ما انا كان ده اول اجابه لسؤالي عليك ان هو لا استراتيجيته هتبقى في الفتره الجايه الاعتماد على اللاعب المحلي بشكل اكبر لان هو زي ما قلت كابتن حسام بدري قريب من اللعيبه المحليين. هل ده هيبقى مفيد يعني الاستراتيجيه دي مفيده ان انا اعتمد على اللاعبين المحليين اكتر في ظل ان انا بمتلك عدد من المحترفين المميزين؟ كابتن حسن شحاته حقق 3 بطولات لامم افريقيا كان الغالبيه العظمى منهم لعيبه محليه. كان عندنا 1 أو 2 بس محترفين. بالظبط كده. واخد بالك؟ فهو ليه ما يكررش نفس الانجاز؟ يقدر يكرر. طب ما خليني اقول لحضرتك مثال برضو اخر يعني، طب ما الجزائر خدت بطوله الامم الافريقيه في مصر بلعيبه تقريبا كلهم محترفين. طبعا انا معاك بده بس مدرب وطني بس معاه محترفين بس لعيبه الجزائر في حاجه عندهم بتختلف عن عندنا اللي هو ايه؟ ان هو انا لعيب من صغري انا ما بطلعش احترف من الدوري الجزائري بروح الجزائر. انا اصلا متربي بره. متربي بره مولود في اوروبا لكن عندي جنسيه جزائريه تمام؟ وبالتالي هو بياخد ثقافه اللعيب المحترف اللي بره بدري كويس. عندنا احنا اللعيبه اللي هنا بتبقى موجوده في مصر وبتلعب في مصر بالظبط وبتنتقل بعد كده تروح لاوروبا وده الفرق يعني. اذا كنت انت اديتنا مثال ان فعلا لعيبه الجزائر معظمها من المحترفين وفاز ببطوله الامم الافريقيه لكن هو ثقافته في الاخر هو محترف هناك قاعد في اوروبا لكن هنا في مصر احنا اللعيبه اللي عندنا بتبقى لعيبه محليه بتتعرف بره وبالتالي الاعتماد على اللعيبه المحليه هيبقى اكبر عند كابتن حسام بدري ده توقعي وده اللي انا شايفه خصوصا ان احنا كمان تقريبا ما عندناش محترفين كتير يستحقوا ينضموا يعني في الفتره دي فانا اختياراته بالنسبه لي كلها منطقيه بخلاف مش شويه اعتراض على محمد النني مش عشان حاجه عشان محمد النني ما اداناش اللي يقول ان هو يبقى لاعب اساسي في منتخب مصر الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت كلها ولا بعض الفترات لا بعض الفترات اللي فاتت بعض الفترات اللي فاتت عشان ما نظلمش طب هل ده هيخلي كابتن حسام بدري في تغيير في الفتره اللي جايه بعد ما محمد النني الاداره بتاعت كابتن حسام بدري خلينا نشوف مش هنخسر حاجه اكيد نتمنى يعني كل اللاعبين اللي يتم اختيارهم من كابتن حسام بدري ان شاء الله المنتخب يكونوا مميزين وموفقين ويدوا الاضافه لان احنا اهدافنا مش هتتغير طبعا احنا عايزين ننافس على الامم الافريقيه طبعا ونوصل كاس عالم أكيد مش عايزين نقعد فتره كبيره بعيد عن كاس مصر ما بيتمناش ان بطوله الامم الافريقيه ترجع لنا تاني وان احنا نوصل كاس عالم احنا دايما بنبقى متمنيين بس ما عندناش الامكانيه بالظبط ان شاء الله يبقى عندنا امكانيه ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري وللاعبي منتخب مصر خير الفتره الجايه بالمناسبه هم عندهم المعسكر بدايه من يوم 7 اكتوبر في يوم 15 وفي مباراه مع بوتسوانا يوم 14 مباراه مع بوتسوانا مباراه وديه هتبقى مباراه اكيد مهمه للكابتن حسام البدري. مين محليا من اللاعبين ممكن يكون لفت نظرك وممكن كابتن حسام بدري يختاره؟ مصطفى محمد لاعب الزمالك رائع لاعب مميز في الحقيقه صلاح محسن يلعب صلاح محسن طبعا لعيب مميز حمدي فتحي لازم يلعب يعني الناس كلها دلوقتي بقت خلاص بتحط حمدي فتحي جنب طارق حامد في خط نص منتخب مصر او عمرو السليم الحقيقه عمرو السليم يعني بصراحه ممتاز عمرو السليم الاثنين بصراحه دويتو في خط نص النادي الاهلي رائعه اخيرا النادي الاهلي لقى دويتو في نص الملعب طبعا اكيد طبعا المشكله بقى ان ده هيبقى تريبل الفتره اللي جايه بعد ما نضم لهم اليو ديانج يعني وعندك كريم نزل محمد محمود بالظبط انا عايز اقول بس حاجه بالنسبه للعيبه بتاعت خط نص النادي الاهلي هنرجع المنتخب تاني ماشي اوكي بس عايز اقول ان في احيانا بتبقى عندك انت ممكن تلعب بثلاث لعيبه في خط نص الملعب هيقابلك ماتشات بالظبط تلعب بثلاث لعيبه سواء حمدي فتحي او عمرو سليه او اليو ديانج فمش عايز الناس بس تقول يعني مش شرط اتنين بس يلعبوا يعني حسب تكتيك الخاص بالمدرب طبعا طبعا
فهنرجع تاني لمنتخب مصر. اعتقد ان مصطفى محمد على راس اللعيبه، ممكن محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، رامي ربيعه على الحقيقه بقى رامي كويس، ربنا يحميه ممتاز جدا، ومتولي لما يرجع من الاصابه ان شاء الله يقدر يبقى ليه فرصه في منتخب مصر يعني. ومتولي من اللعيبه اللي اظهرت كفاءه كبيره جدا في اول ماتشات مع النادي الاهلي، كان حظه العاسر بقى للاسف اللي خلاه اتصاب يعني. فاعتقد ان في كذا لعيب لا يقدروا وطاهر محمد طاهر يقدر يلعب قدام منتخب مصر. اعتقد ان دول كلهم عناصر مرشحه بقوه جدا يبقوا في منتخب مصر. هيجد حيره كابتن حسام في الاختيار، اكيد اكيد زي ما بس حيره لذيذه زي ما فايلر عنده حيره كده في النادي الاهلي يعني. ان شاء الله نتمنى الحيره في النادي الاهلي تستمر، وكمان للكابتن حسام بدري مع منتخب مصر عشان يقدر في الاخر يستقر على العناصر الانسب واللي تحقق طموحات الجماهير والشعب المصري، وعلى صعيد الجمهور الاهلاوي ان شاء الله طموحاته كلها تتحقق من خلال مستر رينيه فايلر المدير الفني الجديد المبشر حتى هذه اللحظه. اتمنى له كل الدعم والتوفيق. يا استاذ طارق انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا اللي متشرف جدا بوجودي معاك. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.